أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نخبة من رجال الأعمال المتميزة. اخترنا لكم اليوم السيد إيهاب صلاح، ذا جنرال مانجر للماسة الذهبية للسياحة والسفر. أستاذ إيهاب، نورتنا بداية، نورت برنامج رواد الأعمال. الله يخليك، بنورك. إيش أعرف، حابين نتعرف عنك ونعرف السادة المشاهدين عن شخصك الكريم. اسمي إيهاب صلاح الحاج، من السودان، من مواليد الإمارات، وطول حياتي يعني عايش في الإمارات، درست في الإمارات، وفي مجال السياحة من تقريبا 2012 ما شاء الله، يعني خبرة طويلة في مجال السياحة والسفر. الحمد لله. خبرنا أكثر عن الخدمات اللي تقدموها للعملاء. والله نحن عندنا طبعا سياحة داخلية، كل التورس في الإمارات، جميع الإمارات، وعندنا فيزا السياحة يعني للأشخاص اللي بيجوا من برا وكذا، وعندنا تذاكر طيران، وكل ما يتعلق بالسياحة الداخلية فقط كله موجود لدينا. ما شاء الله. خبرنا أيضا في ظل المنافسة الموجودة في سوق الإمارات خصوصا في مجال السياحة والسفر، لازم يكون عندك تاتش مميز عن باقي منافسينك. شو طبعاً مميز عندك؟ والله نحن دائما بنركز على السرعة والدقة، ما شاء الله، أهم شيء هذا عندنا. يعني نحن الزبون لما يجينا لازم نرضيه بكل السبل، يعني في من حجز الفنادق، من التورس، من كل شيء، يعني جميع ما يحتاجه السائح بإذن الله، بأعلى سرعة وبأعلى دقة بإذن الله. أكيد طبعا الدقة والسرعة خصيصا تلعب دور كبير، طبعاً انه طبعاً العميل طبعاً دائما طبعاً يتعامل معك وخلص طبعاً انت معاه دائم وعلى طول. طبعا طبعا اهم شيء هذا. حابين ايضا نتعرف او ناخذ منك نصيحة في مجال الاستثمار، طبعا للمستثمرين الجدد الشباب اللي حابين انهم يبلشوا الاستثمار في دبي، في الامارات. دبي في الامارات بشكل طبعاً عام. الامارات طبعا بلد مفتوحة، الكل بيعرف، يعني بلد يعني توفر كل سبل الراحة، كل الخدمات، كونك انت مستثمر اجنبي ما يبيفرقوك بينك بين المواطن، فالامور كلها طيبة. يعني انت لو عاوز تستثمر في الامارات خلال 5 دقائق طلع رخصة تجارية، يعني بالفعل يعني ما في احسن من هيك، يعني بالفعل سهولة في طبعا في كل المعاملات في كل شيء. طبعا طبعا سهولة طبعاً مرة. يعني حابين ايضا نتعرف عن الرؤية المستقبلية اللي رسمينها للماسة الذهبية. الرؤية المستقبلية للماسة الذهبية، والله إن شاء الله يعني يكون 3-4 فروع في إمارات مختلفة بإذن الله، ونوفر، نقدر نوفر كل شيء للزبون، للسياح اللي بيجوا للإمارات، يعني نحكس على الأقل نحكس سمعة طيبة عن البلد، يعني لأنه هذه البلد بلد طيبة، يعني بلد بتعطي فينا مما تولدنا فيها. يعني بالفعل. نعم. حابين أيضا نتكلم عن الأمن والأمان خصيصا في مجال السياحة، مطلوب جدا يكون طبعاً عندك أمن وأمان على مستوى عالي. كيف ممكن الأمن والأمان يساعد على استقطاب سياح من خارج الدولة حتى على مساعدة الاستثمار؟ والله طبعا شوف، الإمارات يعني كفيلة، يعني ما حد يعني ما عاوز أحد يحكي عنها في الأمن والأمان، هذا شيء معروف في الإمارات، يعني الدنيا كلها بتعرفه، يمكن من أفضل، يعني يمكن نمبر 1 في العالم في أمن وأمان، يعني بلد معروفة، يعني كل حد ماشي في حاله، ما في حد بيسألك. السياح يعني نحن حتى ما حصل، يعني بيجونا جروبات من برا، يعني كل الدنيا بتقول لك نحن عاوزين نجي مرة ثانية. الأمن والأمان في البلد كل شيء، يعني فما في، يعني الإمارات ربنا يطول أعمار الشيوخ، يعني بس ربنا يطول أعمار الشيوخ، ويعني هم خلوا البلد ما شاء الله. يعني أكيد طبعا، حتى بنحب نوجه رسالة شكر طبعا منك. الرسالة هذه رسالة خاصة والله لشيوخ الإمارات وجميع الواقفين يعني عن البلد هذه، رسالة شكر وحب واحترام لجميع شيوخ وحكام دولة الإمارات. أطال الله بعمرهم جميعا. نعم. حابين نعم أيضا نشكرك على وجودك معنا اليوم على ظهورك في برنامج رواد الأعمال، وقبل ما ننهي حابين ناخذ كيفية الوصول والتواصل للماسة الذهبية. الله يخليك. نحن طبعا موجودين، عندنا فرعين، فرع في دبي ديرة اللي هو في شارع الخليج، وعندنا فرع في أبو هيل، منطقة أبو هيل، وأرقام تليفوناتنا كلها موجودة، والإيميلاتنا وكل شيء موجودين، ونحن في الخدمة دائما فتحت أي لحظة. يعني شكراً إن شاء الله اللي بيجينا ما بيرجعوا إن شاء الله. أكيد طبعاً على هالابتسام الجميل وعلى الطلب الحلوة أكيد رح يطلع مبسوط ومرضي. الله يخليك. وطبعاً أعزائي المشاهدين، جميع أرقام التواصل والموقع الإلكتروني سوف يظهر أسفل الشاشة. أشكرك مرة أخرى أستاذ إيهاب. إلى هنا أعزائي المشاهدين ننهي حلقتنا الأسبوعية مع ضيفنا المميز
تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية. دمتم بخير وفي أمان الله.